ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم، دونكم نشرة إخبارية مفصلة من بلاد الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ النشرة كالعادة بأهم وأبرز العناوين. لدى اختتامه زيارة المغرب، الدكتور الجعفري يؤكد أن العراق لم يطلب تواجد أي قوات أجنبية على الأرض. هيئة النزاهة تجدد تمسكها بتقديم جميع المفسدين إلى القضاء وتكشف ملفات فساد ضخمة في صفقات تسليح. قوات أمريكية تشرع ببناء قاعدتين عسكريتين، أحدهما شمال شرق الفلوجة والثانية قرب الحدود العراقية السورية. وتتابعنا أيضا، السيد الخامنئي يحذر من مخطط أمريكية لشق وحدة الصف ودعوات واسعة للمشاركة بالانتخابات التشريعية. أهلا بكم من جديد. اختتم الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية زيارته المغرب بلقاء الجالية العراقية وسفراء الدول العربية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين هناك. الجعفري أكد أثناء لقائه الجالية العراقية على أن عاتق أبناء الجالية مسؤولية نقل حقائق ما يجري على الأرض، كما هي مواجهة الهجمة الإعلامية التي تستهدف شق الصف الوطني ونشر ثقافة التفرقة بين أبناء البلد الواحد، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود طاقم البعثة الدبلوماسية بالرباط لتقديم كل ما يحتاج إليه أبناء الجالية. وأضاف الجعفري أن العراق لم يطلب تواجد قوات أجنبية من أي بلد، وهناك مستشارون فقط يقدمون الدعم ويعملون بموافقة الحكومة العراقية. وكان الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية قد أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب. الدكتور الجعفري لدى لقائه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية المغربية الشرقي الأزرق شدد على أهمية دعم الدول التي تواجه الإرهاب لمنع انتشاره، مبينا أن حرب الإرهاب ليست تقليدية لأنها تستهدف كل مظاهر الإنسانية، ما لم يجعل العالم أمام مسؤولية للقضاء عليه. من الطبيعي أن يكون الحديث عن خطر الإرهاب الجديد الذي داهم العالم، وليس إقليميا وليس مناطقيا، إنما عاصف الإرهاب امتد في الحزام، دول الحزام الإرهابي في مختلف دول العالم. لذلك يجب أن نبذل ما نستطيع من الجهود لمواجهة هذا الخطر الذي هدد البشرية، هدد أرواحهم، اقتصادهم، سيادتهم، كل المجالات. وجهة النظر كانت متقاربة بضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، ويجب أن يكون التعاون تعاون عام يمتد إلى حيث ما يمتد الإرهاب. وجدنا في رحابة صدر المعالي الأخ وزير الداخلية سعة ووعيا متميزا لخطر الإرهاب واستعدادا للتعاون في هذا على هذا الصعيد. من جانبه شدد الإدريس على وقوف بلاده إلى جانب العراق في حربه على الإرهاب، مؤكدا حرص الرباط على مواصلة تعزيز علاقاتها المميزة مع العراق على جميع الصعد، مع أهمية الاستمرار في مواصلة مسيرة العمل المشترك. نتمنى أن تكون زيارة ناجحة إن شاء الله، وتم التطرق إلى المسائل التي تهم وزارة الداخلية في البلدين وضرورة التعاون بينهما، خاصة فيما يخص مكافحة الإرهاب والوسائل القمينة بمحاربة هذه الظاهرة التي تؤرق كثيرا من الدول. توعد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بتقديم جميع المفسدين إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل. الياسري بتصريح صحفي خاص به قناة بلاد الفضائية قال إنه سيقدم جميع المفسدين إلى القضاء حتى لو كلف هذا الأمر حياته، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته بعد إحالتهم إلى القضاء. سأبقى ماضيا في طريقي ولن يثنيني أحد عن إحالة أي فاسد مهما علت قامته، وقلتها وأكررها حتى لو كلفني ذلك حياتي. أما من يدعي أو من يريد من حسن الياسري أن يثنيه عن عملي فلن أنثني عن عملي. نعم أنا سأستقيل، وقلتها منذ مدة طويلة. في اليوم الأول
الذي جئت به إلى هيئة النزاهة كنت قد قدمت استقالتي وعلقتها على مكتبي، وكل الساسة وكل البرلمانيين رأوها بأم أعينهم، وهذه الاستقالة سأقدمها ولكن ليس الآن، بعد أن أقف بوجه بعض الفاسدين الذين سرقوا ثروات الشعب العراقي وأفضحهم أمام الرأي العام وأمام القضاء، ثم بعد ذلك بعد أن يطمئن ضميري وأنني قمت بالأمانة بحسب ما يريد مني الشعب العراقي، أنا ذاك سأستقيل وسأخرج، لأنني لست متشبثا بالمنصب. هذا كما أكد الياسري أن ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع يحتاج إلى أدلة موثقة، مشيرا إلى أن المعلومات التي يمتلكها عن هذا الملف تحتاج إلى أدلة ملموسة كي يتم الإعلان عن أسماء المسؤولين المتورطين بهذه التهم. أما فيما يتعلق بملف تضخم الأموال فقد بدأت بالعمل به قبل 6 أشهر، ولكن المعلومة التي لدي المعلومة بسيطة، أحتاج إلى دليل مادي ملموس يثبت أن هذا المسؤول أو ذاك لديه كسب غير مشروع أو إثراء على المال العام. ليست القضية في الحقيقة تؤخذ من التصريحات الإعلامية، كثير من الذين يصرحون على القنوات الإعلامية في الحقيقة ليس لهم إلا التصريح. كشفت لجنة النزاهة النيابية إيقافها صفقتي توريد أسلحة إلى وزارة الدفاع بسبب شبهات فساد بملايين الدولارات. عضو لجنة عاد النوري قال إن عقود التسليح التي أبرمها العراق في الأعوام السابقة تحمل فسادا كبيرا بمليارات الدولارات تتعلق بعقود الأسلحة الروسية والطائرات التشيكية، مضيفا أن العقود التي وقعت مع بلغاريا والصين وأوكرانيا شملت كميات كبيرة من الأسلحة ضمت دبابات ومدرعات ومدافع. حذرت كتلة التغيير النيابية من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية بملف استرجاع الأموال المهربة. رئيس الكتلة هوشيار عبد الله قال إن ملف استرجاع الأموال المهربة لابد من أن يسهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق ومنه إقليم كردستان بتهريبها إلى مصارف أجنبية، مضيفا أن حركته ستقوم بمتابعة هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة النيابية التي شكلت لهذا الغرض. أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم إرسال رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي تتضمن استقالة وزراء كتلة المواطن من الحكومة. بيان للمجلس الأعلى أوضح أن الإصلاح الحقيقي لا يراعي خواطر البعض، مشددا على ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة للبدلاء وأن تقوم الجهات السياسية المشاركة بالحكومة بتقديم البدلاء على وفق معايير يضعها رئيس الحكومة. في سياق متصل قال النائب عن اتحاد القوى العراقية أحمد الجبوري إن وزراء التحالف وضعوا استقالاتهم لدى الهيئة السياسية للاتحاد. أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تعليمات إلى المشاركين في التظاهرة المليونية التي دعا إليها يوم الجمعة المقبل. بيان للصدر دعا فيه المتظاهرين إلى عدم حمل أي سلاح من أي نوع حفاظا على أرواح الناس وسلمية التظاهرة، فيما منع المتظاهرين من ذكر الصدر وأي جهة أو تنظيم أو حزب على الإطلاق، ودعا إلى أن تكون الهتافات وطنية موحدة عامة، كما طالب بعدم رفع أي راية أو علم غير العلم العراقي، مشيرا إلى أن من يشاء إقامة الجمعة فعليه التوجه إلى الصلاة قبل انتهاء التظاهرة. تحديات كبرى تواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ مشروع التعديل الوزاري، أبرزها تتعلق بمواقف كتل سياسية تظهر تأييدها إجراء التعديلات الوزارية وتعارض في الخفاء. عمر العمري. ما تزال دعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط تثير الجدل على الساحة السياسية، وعلى الرغم من أن الكتل في الحكومة والبرلمان لم تعلن رفضها ذلك، إلا أن كثيرا منها يتحفظ على التفصيلات. في البرلمان جاء عدد من النواب
ممن ينتمون لكتل مختلفة ليعلنوا دفعة واحدة تأييدهم لحصول تغيير وزاري شامل في التشكيلة الحكومية. أنا أعتقد التحديات قد قسم ما يوافق بالسر، لأنه بالعلن قد يوافق، وعليه نطالب على رئيس الوزراء أن يقدم الأسماء إلى البرلمان، وأن يكون التصويت الإلكتروني ليعلم المواطن العراقي من الذي سيقف بوجه الإصلاح ومن الذي يقول بالإعلام شيء وبالداخل شيء آخر. هذا وما زالت الكتل السياسية تنتظر تبلور ملامح التعديل الجوهري الذي يعتزم رئيس الحكومة إدخاله على تشكيلته الوزارية. أطراف نيابية توقعت أن يتم تقديم التشكيلة الجديدة الأسابيع المقبلة، وستكون على شكل دفعتين. ينبغي أن ما يكون أي شروط مسبقة توضع على الأخ رئيس الوزراء للتغيير الجذري، لأنه إذا صارت ولكن نوافق ولكن راح يصير شروط، وهذه الشروط معناها إذا كل واحد يضع شرط هم 10 كتل يعني 10 شروط، معناها أن رجعنا إلى المحاصصة. الآن هناك فرصة ذهبية، خلينا نقول نافذة. وبموازاة الحراك السياسي الذي يرافق مشروع التعديل الوزاري، تسيطر الانقسامات والاختلافات على مواقف القوى السياسية حيال شكل التكنوقراط في الحكومة. فالبعض يطالب بتكنوقراط سياسي، فيما يطالب البعض الآخر بإبعاد المحاصصة الحزبية عن المناصب الوزارية. عمر العامري، قناة بلادي. في إطار سعي الحكومة لتقليل نسبة الفقر في البلاد وضمان حقوق المواطنين، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل ضمت ممثلين عن الوزارة وشركات القطاع الخاص وممثلين عن البنك الدولي، ناقشوا فيها سبل رفع المستوى للدخل للفرد العراقي. أحمد العبودي معه التفصيلات. في إطار بحث الحكومة العراقية وإيجاد صيغة لخفض مستوى الفقر في البلاد وضمان حقوق المواطن، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل في بغداد بحضور وزيرها وعدد من شركات القطاع الخاص وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية لمناقشة واقع عيش المواطن العراقي في أزمة اقتصادية خنقة يمر بها البلاد وكيفية جلب الدعم الدولي لمساعدة العراق. إيجاد فرص عمل حقيقية في القطاع الحكومي بسبب الأزمة المالية. اليوم احنا من نجد فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص زائد ضمان لهذه فرص العمل الحقيقية، ان اليوم من تكون موظف او عامل مضمون ولديك حقوق مكفولة بالقانون مثل التقاعد، انت راح تكون بعيد عن شبح الخوف في الوقوع في مظلة الفقر. تعمل على برامج شبيهة ببرامج أمريكا اللاتينية، والتي تسعى بالفعل إلى تقديم المساعدات المشروطة إلى الأسر وفاء لالتزامها بشرطين، ألهما التربية للتأكد من أن الأطفال يبقون في المدارس بعيدا عن التسرب وبعيدا عن سوق عمالة الأطفال التي يعني تؤذي، والالتزام بالعامل الصحي الذي يضمن صحة الأسرة وبالتالي وقف توارث الفقر. هذه التحركات تأتي في وقت أكملت وزارة العمل مشروع قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي للعمال الذي يشمل قطاعي العام والخاص، والذي يمكن من خلاله ضمان حقوق الجميع. كما أن الحكومة العراقية رفضت 600 مليار دينار عراقي لوزارة العمل، وذلك لتأمين وصول مستحقات المواطنين دون خط الفقر. هذا أنجز من خلال الوزارة وهو حاليا في مجلس شورى الدولة من أجل تدقيقه ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء. المكون اللي يتعلق بهذا القانون اللي سميناه التأمينات الاجتماعية، هناك فكرة لدمج الصندوقين حتى نوفر امتيازات وحقوق لكلا العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. الحكومة العراقية في مجملها العام تحاول إيجاد عامل مساعد القطاع العام من خلال تنشيط القطاع الخاص تارة، وترة أخرى توزيع قروض صغيرة لتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل. تحركات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخفض مستوى الفقر في العراق ولإيجاد ضمان اجتماعي للمواطن العراقي قد يقف عند حاجز قرارات بعض الوزارات في الحكومة العراقية، ولا سيما في قضية فرض ضرائب مالية على المواطنين. من العاصمة بغداد، أحمد العبودي، قناة بلادي. انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء برلمانات الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة،
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد وصل مصر أمس للمشاركة بمؤتمر برلمانات الدول العربية المقرر عقده في القاهرة. وينعقد المؤتمر على مدار يومين بمبادرة من البرلمان العربي بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، ويتضمن جلستي عمل رئيسيتين، حيث سيتناقش الجلسة الأولى التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي، أما الثانية فتنعقد تحت عنوان مقاربات برلمانية للرؤى للتنموية المستقبلية. قطعت عصابات داعش الإرهابية حظرا للتجوال بثلاث مناطق من الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد اشتباكات مع الأهالي. بيان لخلية الإعلام الحربي أوضح أن مجموعة من المواطنين حاولوا الخروج من الساحل الأيسر نتيجة ذعرهم من تصرفات العصابات الإرهابية، لكن داعش منع الأهالي من الخروج، مما أدى إلى حدوث احتقان لدى الأهالي والاشتباك بالأيدي ورمي هذه العصابات بالحجارة، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن. سقط العشرات من إرهابي داعش بين قتيل وجريح بقصف جوي للتحالف الدولي استهدف أرتالهم على الحدود العراقية السورية. مصدر أمني ذكر أن طيران التحالف بالتنسيق مع قوات الجيش في عمليات الجزيرة تمكن من قصف عدة أرتال تابعة لداعش على طريق الرابطة بين قضاء القائم ومنطقة البوكمال السورية، ما أسفر عن قتل وإصابة عشرات الإرهابيين، فضلا عن تدمير العشرات من عجلاتهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة. شرعت القوات الأمريكية في إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين بمحافظة الأنبار. مصدر بقيادة عمليات الأنبار قال إن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء قاعدة في منطقة الحمرة شمال شرق الفلوجة، كما بدأت بتشييد قاعدة عسكرية قرب حقل عكاس الغازي الواقع قرب الحدود العراقية السورية، مضيفا أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تشير إلى زيادة التواجد في الأنبار التي ستكون منطقة تنعم بالأمان خلافا لما كانت عليه خلال 13 عاما الماضية. دمرت قوات الشرطة الاتحادية شبكة أنفاق تابعة لعصابة داعش الإرهابية بمنطقة حصاب الشرقية في مدينة الرمادي. قائد الشرطة رأس شاكر جودت قال إن اللواء الآلي الثالث اكتشف أخطار شبكة للأنفاق بحصبة وتمكن من تدميرها واستولى على أسلحة قنص وأعتدة متنوعة. إلى ذلك قصفت القوات الأمنية بصواريخ جراد والقاذفات الأنبوبية أوكار داعش في حمرين والفتحة ومحيط الشرقات، ما أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين. طالب محافظ الأنبار صهيب الراوي الجهات المعنية بالمساهمة الفعالة في إعادة إعمار مدينة الرمادي بعد تحريرها من داعش الإرهابي. الراوي وفي مؤتمر صحفي أشار إلى أهمية عودة النازحين إلى مناطق سكناهم بعد تنظيف المدينة من المخلفات العسكرية. الكل مطالب بدعمنا باعتبارنا أننا قضينا على واحدة من أهم مرتكزات الإرهاب في العراق وتم تحرير المدينة، وبالتالي المسؤولية الكل مساعدتنا في إعادة إعمار وإعادة استقرار ابتداء هذه المدينة تمهيدا لإعادة أهلها في إلى مناطقهم، هو إعادة الاستقرار وعودة النازحين، تنظيف المدينة من كل المخلفات العسكرية، تنظيف المدينة من كل المقذوفات التي لم تنفلق بعد. وبالمقابل نحن نعمل على المستوى الاستراتيجي لعقد مؤتمرات دولية ستكون لنا كحكومة محلية في الأيام القليلة القادمة، وبتفويض من دولة رئيس الوزراء زيارات إلى دول مهمة تتعامل مع الحكومة العراقية وتدعم الحكومة العراقية، وليس زيارة ستكون مخصصة لمحافظة الأنبار. قتلت القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي عشرات الإرهابيين بعملية إفشال تعرض لهم على خط اللاين غرب سامراء. عدسة بلاد الفضائية كانت في الخطوط الأمامية للمقاتلين أثناء عملية الصد، ووثقت هذه الصور الميدانية من أرض المعركة. عملية
التحرر واستمرار هناك ايضا قوه التدخل السريع الخاصه بقوات السرع السلام بدات تعرف ان هناك يبدو ان هناك محاوله تعرض بعد تطهير أغلب مناطق جزيرة سامراء من دنس العصابات الإجرامية، عادت منطقة الحواش إلى أحضان ساكنيها بعد أن كانت تحت سيطرة الإرهاب التكفيري في وقت عبر فيه أهالي المنطقة عن امتنانهم وشكرهم للقوات الأمنية والحشد الشعبي لتوفيرها الأمن والأمان لسكان المنطقة. بعد أن كانت ملاذا ومنطلقا لعمل داعش الإرهابي، أعيدت منطقة الحويش إلى وضعها الطبيعي بعد أن حررت من قبل القوات الأمنية وسرايا الحشد الشعبي. المدارس يستمر فيها الدوام الرسمي وبشكل يومي، ما يبرهن على أمن واستقرار المنطقة. كمركز ناحية الحويش الوضع مثل قبل وأحسن من قبل، يعني الوضع مستتب، وعندنا بس فقط يعني شوية حظر التجوال، يعني نطالب عن طريقكم يعني تمديد الحظر التجوال للتسعة للعشرة، تدري الوضع يعني بس سبعة، هسه الوضع صيفي يعني والوقت من السبعة تغيب الشمس، وهم حاليا يعني مخلينا الوقت للسبعة. طلاب المدارس الحكومية يواصلون الدوام وسط أجواء أمنية مستقرة وتعاون بين أهالي المنطقة وقوات سرايا السلام. المنطقة لا تبعد عن خط اللاين سوى 3 كيلومترات، باتت ركيزة الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع طوائف المجتمع. الحمد لله والله زين الوضع هنا وبوجودهم هنا، كل شيء هنا كل شيء زين الحمد لله، كل شيء ماكو وبوجود ودوام مستمر ووجودهم كل شيء زين. المنطقة داعش طبعا ما طبها، فقط على الخط السريع من الغاد، والحمد لله هسه الوضع الأمني مستقر، تعاون السرايا إن شاء الله الوضع زين ودا يتحسن، بس الحظر التجوال تدري نوبات الدوام مسائي فما نلحق يعني شوي مددونا الفترة. عشرات المدارس والمعاهد أمنت بشكل كامل في قاطعي سامراء ومنطقة الحويش والإسحاق والتعاون، وبدأت فيها الحياة تعود تدريجيا وسط تفاؤل من قبل شباب المنطقة على ضرورة استكمال تحرير بقية الأراضي من داعش الإرهابي. قوات السرايا تستعد لعملية التحرير. منطقة الحويش التي تقع غرب سامراء أعيدت الحياة فيها إلى طبيعتها السابقة بعد أن كانت المعارك داخل هذه المدينة بين قوات سرايا السلام وتنظيم داعش الإرهابي، كما واضح في الصورة أن المدارس أعيدت إلى وضعها الطبيعي دون أي مضايقات تذكر. من منطقة الحويش غرب سامراء، أحمد عماد، قناة بلادي. أكدت قيادة عمليات بغداد استمرار العملي بالمشروع الأمني لمنظومة صقر بغداد. القيادة أشارت إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء المشروع أو إيقافه، موضحة أن ما حصل كان توقف إصدار الباجات فقط وهي الآن مستمرة بالإصدار. يذكر أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تبنتها قيادة عمليات بغداد، وإن الغرض منه بناء قاعدة بيانات لجميع العجلات والحد من عمليات سرقة السيارات وتلغيمها. مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا مباشرة عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي كريم النوري. بداية أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، هناك أنباء تقول أن القوات الأمريكية شرعت بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في الأنبار، واحدة شرق الفلوجة والأخرى قرب الحدود السورية العراقية. السؤال هنا يعني ما هي مدى صحة هذه الأنباء؟ وأيضا كيف تقيمون هذا التواجد؟ تفضل. نعم، تحية إليك ولمشاهدي قناة بلاد الفضائية. أهلا بك. مثل هذه التسريبات في هذا الظرف حقيقة والعمليات تتصاعد ضد الدواعش، بالتأكيد هذه التسريبات ربما تؤثر سلبيا على الواقع على الأمن العراقي. أمريكا تتواجد فعلا في
عين الأسد وكذلك يعني في البغدادي وكذلك في الثرثار، وأيضا لديها أكبر سفارة في الشرق الأوسط هي تقريبا بينكم وبينهم فقط نهر دجلة، أكثر من 4000 موظف بين خبير وبين يعني قنصل ومستشار ودبلوماسيين. على كل حال هذه المعلومات لم تؤكد بعد، ولكن أعتقد الأمر ليس بمستغرب في وضع نحن الآن يمكن للأمريكان أن يتحركون، لكن ما جدوى وجود هذه القواعد؟ نحن في الاتفاقية الأمنية بيننا وبين الأمريكان لم نؤكد على يعني لم نتفق على وجود قاعدة أو قاعدتين أو ثلاث، يعني هناك رفض وجود قواعد أمريكية في العراق، أما الآن وجود داعش، هل يبرر وجود داعش وجود مثل هذه القواعد؟ نعم، ولكن عندما بدأ داعش بالانهيار نستغرب أن تسرب مثل هذه الأخبار التي لم تؤكد فعلا لدينا. نعم. طيب أيضا ماذا بخصوص العمليات العسكرية في محافظة نينوى؟ هل حسم موضوع مشاركة قوات الحشد الشعبي في هذه المعركة؟ تفضل. هو بالتأكيد ليس هناك أي موضع نقاش، المشاركة محسومة، ومن يحدد مشاركة الفصائل وتشكيلات الجيش والشرطة هو القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية، أما السياسيون حقيقة عندما يقررون إنما يريدون الإساءة للواقع الأمني. نتمنى من السياسيين وخاصة ممن يطالب الأتراك والسعوديين والأمريكان بالتدخل البري في العراق ويرفضون الحج الشعبي، هذه مفارقة خطيرة. نحن حقيقة لا نأتمر بأوامر هؤلاء، والتجربة أثبتت أن هؤلاء لم يكن لهم وجود في مناطقهم، عندما دخلوا داعش لم يصمدوا، ليس لديهم تجربة في القتال، وكذلك يعني ليس من حقهم يمنعوا أبناء تلحفر من التركمان من الشبك، هؤلاء أبناء الموصل وكذلك المسيحيين، إذن ليس من حق أحد أن يضع هذه الحقيقة المنع أو عدم المنع. هذه القضية نجد أن ذلك تدخل واضح، ننصح السياسيين بعدم دخولها إلى هذه المنطقة الحمراء. طيب سيد كريم، يعني لماذا كل هذا التأخير في تطهير مدينة الفلوجة، وخاصة بعد يعني فرض الطوق الكامل من قبل القوات الأمنية في هذه المدينة؟ أحسنتي. طبعا بالتأكيد هي الفلوجة محاصرة قبل هذا الوقت، حتى قبل تحرير الرمادي، هي محاصرة من جهة ذراع دجلة شمال غرب الفلوجة من جهة الجسر الياباني، ومن شمالها الصقلاوية، من جنوب شرق الفلوجة القرم، وكذلك من غرب البوشجل والجزيرة الخالدية. نعم هي محاصرة، لكن يبدو أن هناك انتظار للقرار. نعم. طيب هل تتوقع أن عملية التطهير ستتم بمفاوضات سياسية؟ لا أعتقد، نحن حقيقة الأمر مفتوح إلينا، ليس هناك لا تفاوض ولا حوار مع العصابات الإجرامية ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. نعم هناك بعض العوائل التي حقيقة رفضت بالانسحاب، سنفكر إن شاء الله بفتح مسارات آمنة لهم من عدة مسارات الفلاحات أو الدعاجي، لأننا حقيقة لا نريد الحاق الأذى بهؤلاء، وإن كانوا راغبين بالبقاء مع الداعش لأنهم عوائل من النساء والأطفال، هذه مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية بالدفاع عن هؤلاء، وفتح مسارات لهم حتى يكون إن شاء الله تكون الفلوجة مقبرة للدواعش وأذنابهم. نعم. إذن عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي السيد كريم النوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. فوق كل المعاناة التي يعيشها المواطن ووسط الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، تستمر معاناة المواطن الباحث عن إجازة السوق التي بدأت مديرية المرور العامة بمحاسبة من لا يحملها. مواطنون طالبوا بتسهيل عملية إصدارها والابتعاد عن الإجراءات الروتينية. من البصرة خالد السلام. هذا التدافع الشديد أمام أحد الأبنية الحكومية في محافظة البصرة، الهدف منه هو ليس الحصول على قطعة أرض أو منحة من الدولة، بل الفوز بإجازة سوق تجاوزت رسومها 100,000 دينار. فحص النظر 25,000، 3 أيام صار لنا قضية معاناة بها وما مسلمين لحد الآن ما فحص النظر، وعود يطولنا موعد بعد 14 يوم. المرور يطبع ويرجع لي ورا، هم يأخذ هو فلوس بس يطبع، ليش ما يطبع مثلا قد ما يريد
هنا الدكاترة تريد من عدة عدد، مثلا يقول أنا أريد 400 وذاك 400 يطبع له 800 باليوم حتى يمشي شغله بيستقر، زين هو يطبع له 1000 استمارة ويجيك هنا 1000 واحد يوقف، شو يصير الدكتور؟ قرار تفعيل طلب إجازات السوق وكثرة المفارز المرورية مؤخرا كانت وراء الزخم الذي تواجهه مديرية مرور البصرة اليوم، التي عزت الأسباب إلى ازدياد المواطنين المراجعين لها لطلب إصدار إجازات السوق. البصرة اليوم تحتاج إلى أكثر من 10 منافذ لأنه الزخم الموجود الهائل الموجود لطالبي لإجازات السوق، بالإضافة إلى أن أعداد السكان محافظة البصرة تصل إلى 4 مليون نسمة. الحقيقة اعتذروا بفتح منافذ بسبب قلة الكوادر التخصصية في فحص العيون، ونأمل بأنه التنسيق مستمر إن شاء الله بفتح منافذ أخرى. دائرة الصحة من جانبها نأت عن نفسها فيما يخص المشكلة، موضحة أن المسؤولية تقع على عاتق العيادات الشعبية المرتبطة ببغداد مباشرة. توجهنا لنقف على الأسباب لمن المسؤول عن عمل العيادات في البصرة، إلا أنه كان مجازا، ما اضطرنا إلى التوجه لرئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة. نحن شكلنا ما يقارب 14 لجنة للفحص وعملنا بها لمدة أكثر من 8 أشهر في الوقت السابق، ولكن لوجود تدخلات وكذلك لوجود تصرفات بدون استشارات أدى إلى تقليص هذه اللجان. بين سندان آلية إصدار إجازات السوق من قبل المرور ومطلقة قلة الكوادر الطبية في اللجان، يبقى المواطن هو الضحية. خالد السلامة، لقناة بلادي، البصرة. بهدف النهوض بواقع الصناعات العراقية ودعم المنتج المحلي، افتتحت شركة ديالا للصناعات الكهربائية خطوطا جديدة لإنتاج المحولات الكهربائية ومقاييس الصرف. لسواعد العاملين هنا نكهة خاصة تترنم بعصف أوتار الإبداع الوطني بمنتجات مختلفة. شركة ديالا للصناعات الكهربائية، وعلى الرغم من بعض العزوف المتعمد عن منتجها من قبل وزارة الكهرباء إلى أن طواقم مهندسيها وفنيها وعامليها يصارعون الظروف ويحرصون على صيرورة دوران عجلة العمل لزيادة الإنتاج. الإنتاج الذي تقوم به شركة ديالا سيسهم مساهمة فاعلة في دعم قطاع الكهرباء وتقليل ساعات القطع، لكن إذا تم استخدامه. الآن احنا قبل 3 أسابيع عرض على مجلس الوزراء حماية منتج محولات القدرة ووضع تعرفة جمركية على المستورد حتى إنتاج دياله يتم استخدامه. للأسف تم رفض هذا المقترح. هذه الشركة تزود وزارة الكهرباء بمنتجاتها من محولات ومقاييس كهربائية بأسعار تنافسية ومواصفات تضاهي المنتج الأجنبي، إلا أن وزارة الكهرباء ومع ميزات الدفع بالآجل التي توفر لها ما زالت تسوف عملية شراء المنتج الوطني، على الرغم من أن للشركة بذمة الوزارة مبالغ مالية كبيرة كديون تصل إلى 40 مليار دينار عراقي. أعتقد أنه على الحكومة واجب شرعي وواجب أخلاقي وواجب إنساني أن تنظر لمنتوجنا حتى نستطيع أن ننهض بالاقتصاد العراقي. لا انتعاش للاقتصاد إذا لم تكن هناك جدية للحكومة في التعامل مع المنتج الوطني وحمايته. الموازنة المالية لهذا العام اشترطت على الوزارات التوجه للمنتج الوطني بعيدا عن الاستيراد إلا في حالات الضرورة، وهي شروط كتبت على ورق بلا تطبيق فعلي قبل بعض الوزارات. ومع تصاعد القدرة الإنتاجية للمعامل والمصانع العراقية تدريجيا، تنحسر خطوات التسويق إلا بكميات قليلة جدا، ذلك لأن الوزارات والدوائر تتجه للمنتوج الأجنبي بعيدا عن الإنتاج الوطني بسبب ملفات الفساد التي تواجدت في جميع مفاصل الدولة. من داخل الشركة العامة للصناعات الكهربائية في ديالى، صباح حكيم، قناة بلادي. في
في خطوة تهدف لتعزيز التعايش السلمي بين شرائح المجتمع، نظمت مؤسسة الطالب دورة تدريبية في جامعة بغداد بالتعاون مع مركز البحوث النفسية لتثبيت دعائم التعايش السلمي في ظل الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد. عبد الله نوري. دورة تدريبية نظمتها مؤسسة الطالب العراقي لعدد من طلاب جامعة بغداد جاءت بعنوان تغيير الاتجاهات نحو السلام والتعايش السلمي لنبذ الأفكار المتطرفة التي تحث على العنف والكراهية بغية التوصل إلى نقاط تضمن سلامة التعايش مع الآخرين بعيدا عن تلك الأفكار. برنامجنا هذا اليوم هو كان عبارة عن دورة في تغيير الاتجاهات والتعايش السلمي بالتعاون مع مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد. هذه الدورة جاءت لتعطي دفعة لشبابنا اللي هم تعتقد المؤسسة اليوم أنه شبابهم أفضل من يحمل رسالة التعايش ورسالة السلام. كانت دورة أفاق واسعة خلت لنا وخلت نفهم شنو السلام وشنو التعايش، والحمد لله والشكر يعني لاقت يعني حضور كل جيد. اتجاهات كثيرة طرحت بهذه الدورة التي لخصت كيفية التعايش السلمي مع الآخرين، ولا سيما في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجمة تحض على بث سموم الكراهية والإرهاب بين مكونات الشعب العراقي. بالخطوط العريضة شرحت مضامين تلك الأفكار التي اشترك بتبيانها أساتذة متخصصون من جامعة بغداد. كانت المحاضرات مكثفة حقيقة، فيها هدف هو كيفية صنع السلام بدءا بمجموعة من الشباب الذين لديهم روح التعاون والعمل لتقديم شيء لهذا البلد. هذا التعاون كان منصب بين مركز البحوث النفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الطالب العراقية، مشكورة بذلوا جهدا كبيرا معنا، وكانت هناك نخبة من الطلبة سواء كانوا على قيد الدراسة أو خارج الدراسة. نهاية المطاف كرم الطلاب المتفوقون ممن كانت لهم بصمات واضحة في هذه الدورة، والذين امتازوا عن أقرانهم بطروحاتهم ومشاركاتهم التي تؤشر وجود وعي ثقافي تجاه التعايش السلمي ضمن أطر الإسلام القويم. من بغداد، عبد الله نوري، بلاد الفضائية. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إصرار سوري روسي على تطبيق إيقاف إطلاق النار في سوريا، والأمم المتحدة تعلن تأجيل محادثات جنيف المزمعة غدا الخميس. الجيش واللجان الشعبية اليمنيان يقصفان موقع تجمع للقوات السعودية في الجوف بصاروخ باليستي، والحصيلة عشرات القتلى. لكم التحية مجددا سادتي الأكارم. نفتح الملفات العربية والدولية، إذ دعا قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات النيابية. وأكد السيد الخامنئي أن الشعب لا يريد مجلس نواب حكوميا أو مناهضا للحكومة، وإنما مجلس شجاع ينهض بمسؤولياته ولا يخشى أمريكا. آمين. الكل يجب أن يشارك في الانتخابات، كل من يهتم بعزة إيران الإسلامية يجب أن يشارك، وبالطبع سيشارك، والعالم بأسره سيرى يوم الجمعة كيف أن الشعب الإيراني سيتوجه متلهفا إلى الصناديق لتأدية واجبه والتأكيد على حقه. عد الرئيس الإيراني حسن روحاني المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة مؤشرا للأمل في تحسن ظروف البلاد. روحاني وفي اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد شدد على أن الإسلام والدستور يوليان مكانة خاصة لدور الشعب في إدارة والحكومة،
مؤكدا في الوقت نفسه أن الانتخابات تعد ضمن مفاخر الجمهور. للحديث أكثر ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عباس خمايار. سيد عباس، بداية مرحبا بك، كيف تنظرون إلى الخارطة الانتخابية لمجلس الشورى الإيراني وخبراء القيادة، وهل سيزيد ظهور القوائم الانتخابية جديدة من شدة التنافس الموجود في إيران اليوم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحقيقة الخارطة الانتخابية الإيرانية في هذه المرحلة يبدو أنها تختلف كثيرا عن المراحل السابقة، وخاصة هناك تنافس قوي بين تيارات مختلفة قديمة جديدة. يعني أتصور يخطئ من يتصور بأن الانتخابات الإيرانية هي بين قطبين وبين تيارين مختلفين. اللوائح والشعارات والحضور الانتخابي الحزبي والتيارات السياسية تعبر بأن هناك تيارات متعددة، هناك المبدئيين، هناك الإصلاحيين، هناك الإصلاحيين المبدئيين، وهناك المبدئيين الإصلاحيين، وهناك شخصيات عريقة وكبيرة لها لوائحها الخاصة، وهناك لجان شعبية، وهناك يعني قوائم للفنانين، وهناك قوائم للمثقفين وللجامعيين. فهذه الخريطة تؤكد بأن هناك المنافسة قوية والخارطة متعددة الأطراف. في النهاية هناك كما تعرفين وكما تعرفون هناك أكثر من 6200 مرشح مشارك في هذه الانتخابات، وهذا العدد هو عدد يعتبر عدد كبير. هذا بالنسبة للمجلس الشورى الإسلامي، وهناك بالنسبة للخبراء في نفس الوقت لائحة طويلة ومرشحين كبار ومتعددين، وهذا العدد الكبير في النهاية تقسم هذه الأعداد على اللوائح وعلى التي تعبر عن فكر واتجاه التيارات السياسية والثقافية. طيب، وحتى الدينية في مختلف البلاد. طيب أستاذ عباس، يعني هل تتوقعون أن يشكل الاتفاق النووي مع الغرب ورقة رابحة لترجيح كفة قائمة الرئيس روحاني الانتخابية؟ والحقيقة كما قلت المنافسة قوية، لا نعرف ماذا سيحصل، ولكن في نفس الوقت كما نعرف وكما تعلمنا وجربنا الانتخابات السابقة، هناك في كل مرحلة انتخابية تكون هناك مفاجأة. هذه المفاجأة لا نعرف لحد الآن إلى مدى ستكون ولا أي اتجاه سيكون، لكن أتصور هناك يعني فرصة 48 ساعة للوصول إلى هذه المرحلة والحصول إلى المفاجأة. لن يجب أن نعرف بأن دائما في هذه الانتخابات هناك تيار الشباب أو اللون الرمادي كما يسمى في إيران، يعني يخرج آخر اللحظات من البيوت ويعمل يشن حملة هجومية على الصناديق الاقتراع، وربما يغير كثير من المعادلات، وربما يغير كثير من الإحصائيات أو من الدراسات التي تقدم من قبل مراكز الدراسات وتستشرف نتائج الانتخابات. طيب أستاذ عباس، يعني وفق المعطيات التي ذكرت، السيد الخامنئي صرح بأن الشعب الإيراني يريد برلمان قادر على مواجهة الغرب. كيف تقرؤون هذه الدعوة في ظل محاولات التشويه لصورة الانتخابات الإيرانية؟ نعم، بالفعل كان الخطاب السيد القائد اليوم خطابا مهما، وذلك حذر يعني هناك رأينا خلال الأيام الماضية هناك محاولة تدخل يعني فضائيات وأجهزة إعلامية مرتبطة بالغرب، محاولة تدخلها في الشأن الانتخابي
أعطى نوع من الاتجاه الغربي لهذه الانتخابات. فالحقيقة هذا التدخل وهذه المحاولة لاقت نوع من رد الفعل العنيف من قبل كل الاتجاهات السياسية وكل المشاركة في الانتخابات. فكلام السيد القائد جاء محذرا لهذا الاتجاه، وكانت كما في السابق قدم نصائح وقدم خطوط عريضة للناخبين. وتصور هذا الناخب سيفهم وسيدرس وسيعرف كيف يحقق هذه العناوين. نعم. من خلال صناديق الاقتراع. متحدثا إلينا عبر الأقمار الصناعية من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عباس خاميار، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. تخوض التيارات السياسية الإيرانية الانتخابات التشريعية بأجواء من التنافس الشديد في عمليتي الاقتراع الهادفتين لتجديد مقاعد مجلس الشورى والخبراء وعرض المرشحين خططهم المستقبلية في مسعى لإقناع الناخبين. عقيل عادل معه المزيد. على أعتاب الانتخابات التشريعية 10 في إيران وبدء العد العكسي نحو تغيير الخريطة السياسية في البرلمان الإيراني، يبدأ الحديث عن الكتل والأحزاب السياسية المرشحة بجميع أطيافها. على الساحة يبرز تياران أساسيان، المحافظين والإصلاحيين، يتنافسون بقوة. كلا التيارين يشتركان في شعار واحد: تحسين الاقتصاد والوضع المعيشي. عندما تحتد المنافسة يلجأ الإصلاحيون بما فيهم المساندين لحكومة الرئيس الإيراني بعرض أوراقهم وإنجازاتهم الأخيرة على الصعيد الدولي، الاتفاق النووي. بعد توقيع الاتفاق عاد النشاط والأمل بين الأوساط الشعبية. في الأوضاع الراهنة نحتاج إلى إدارة حكيمة تدير الوضع الحالي بعيدا عن التشدد والتقوقع. المحافظون بدورهم دخلوا حلبة التنافس بقائمة تضم الكثير من الخبراء الاقتصاديين، في إشارة إلى اهتمامهم بالوضع المعيشي للشعب والخطط الاقتصادية المستقبلية مع الحفاظ على استقلال البلاد. جلس التيار المحافظ على مائدة السباق الانتخابي وفي رصيده دعم تيارات دينية والعديد من علماء الدين ومدرسي الحوزة العلمية لجلب آراء الناخبين، وهم يتحدثون عن هواجس طفحت على السطح في الفترة الأخيرة، نفوذ غربي من بوابة الاتفاق النووي. ما در این 37 سالی که از انقلاب اسلامی في المرحلة الجديدة وبعد الاتفاق النووي نحن بحاجة إلى